يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا من غير هذه البلاد وعندي جدة، يقول أنا من غير هذه البلاد وعندي جدة قد توفيت وهي عجوز كبيرة جاهلة كانت تذبح للأولياء وتحلف بهم، هل يجوز لي أن أحج عنها؟ لا، هذه تعامل معاملة المشركين لأن ماتت على الشرك، تعامل معاملة المشركين ولا يحج عنها ولا يستغفر لها. نعم.